أحسن الله إليكم. من الأسئلة التي وردتنا هذا السائل يقول الشيخ صالح: إذا كانت السلع معروضة في سوق عام يبيع فيه كل من أراد بيع السلعة، فهل إذا اشتريت سلعة وأردت أن أبيعها هل يلزمني أن أنقلها أو يجوز أن أبيعها في مكانها بحكم السوق عام للجميع؟ هذا يختلف باختلاف السلع، والقبض يختلف باختلاف السلع، فما يتناول باليد فقبضه بتناوله، وما يقبل وما يكال أو يوزن فقبضه بالكيل أو الوزن، وما ينقل فقبضه بنقله كالطعام، يختلف القبض في هذا. نعم.